تثير اهتمام الرأي العام. لفت الدكتور سمير مطاوع وزير الإعلام الأسبق إلى أهمية دور الإعلام في صنع الرأي العام، موجها بضرورة إجراء أبحاث ميدانية لمعرفة ردود الفعل الجماهيرية إزاء الرسالة الإعلامية التي ستسهل بدورها على الفئات الجماهيرية استيعاب المطلوب وبالتالي اتخاذ مواقف منها. كما دعا الدكتور مطاوع خلال محاضرته بمنتدى الفكر العربي بحضور عدد من الإعلاميين والدبلوماسيين والأكاديميين إلى تجنب النصح والخطابة في توجيه الرأي العام، باعتبار أن المتلقي سيجد نفسه يساق بنوع من الإكراه لتبني مضمون الرسالة. الإعلام هو الذي يوصل إلى الناس طبيعة ما يجري، أهمية ما يجري، صعوبة ما يجري، والنتائج الكارثية التي ترتبت على ذلك. وأنا يعني بعتقد أن الوعي بأهمية الإعلام ووصوله إلى الناس وإيصاله الرسالة الإعلامية بدأت بعد نكبة فلسطين من سنة 48. يعني بدأنا نعي أهمية الإعلام ومتابعة ما ينشره أو يبثه الإعلام بدأت بعد حرب فلسطين. لذلك الحقيقة الآن في اهتمام بوسائل الإعلام، خصوصا الوسائل المرئية والمسموعة، نتيجة لما يجري ولما يدور وللتطورات التي تحدث تقريبا كل يوم. وبدوره أكد الدكتور محمد أبو حمور الأمين العام لمنتدى الفكر العربي أهمية دراسة دور الإعلام في صنع الرأي العام في ضوء ما يشهد الوطن العربي من أحداث متلاحقة، داعيا إلى ضرورة مراجعة الخطاب الإعلامي العربي من مختلف النواحي. ونبه أبو حمور إلى أن الإعلام العربي المعاصر ينبغي أن يأخذ دوره في نقل الصورة الحقيقية للواقع العربي أمام منافسة الإعلام الخارجي الموجه. احنا في الوطن العربي بحاجة إلى خطاب إعلامي موحد، خطاب إعلامي يعالج مشاكلنا وهمومنا، ولعله التداعيات اللي شهدها الوطن العربي سواء كانت في المشرق أو في المغرب وفي المنطقة المحيطة فينا، سببها في جانب منها هو الجانب الإعلامي اللي أصبح يركز على السلبيات ولا يركز على الإيجابيات، يركز على نقاط التفرقة ولا يركز على نقاط الالتقاء والجوامع. ليس لدينا الآن بشكل عام وضمن إطار معين ليس لدينا هوية جامعة وخطاب إعلامي عربي موحد، حيث أنه هناك إعلام متشرذم وإعلام كل يتحدث عن مصالح جهة وطائفة ويتحدث عن الجوانب التمويلية. الجهات اللي بتمول هي اللي بتتحكم في الإعلام، ولعل الولاء والانتماء والهوية الجامعة والإعلام المستقل أصبح الآن بحاجة لإعادته بهدف أنه يكون الوطن العربي بأهميته وبامتداداته إعلام موحد لصالح الوطن.